مساء الخير، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على الأسرة اللي طول الوقت بتبقى أسرة حلوة، أسرة فيها أم أو زوجة، بيبقى فيها أب، بيبقى فيها أولاد بيهتموا بكل حاجة، وقبل كل حاجة بيبقى فيها ربنا. النهاردة معانا حلقة جديدة من حلقات من يجدها، من يجدها اللي طول الوقت بحاول وفي كل مرة من حلقاتنا بقول إننا البرنامج ده علشان الأسرة كلها، علشان نعرف إزاي نربي ولادنا صح، علشان نعرف إزاي نبقى أسرة سعيدة، علشان نعرف حقوقي وواجباتي كزوجة، علشان حضرتك كزوج تعرف كمان حقوقك وواجباتك، وعشان كمان تعرفوا تتعاملوا مع بعض بشكل كويس، وعلشان ولادنا يطلعوا أسوياء اللي هم أصلا أهم حاجة والهدف الأساسي من الجواز، إننا نطلع ولاد كويسين أسوياء 100%. النهاردة بقى هنتكلم عن خبرة كده مش موجودة عند كل الناس أو عند أباء وأمهات كتير، أو حاجة بتحصل لأولادنا وأوقات كتير خالص مش بنفهمها كويس أوي. التأخر في الكلام أو اضطرابات الكلام، إمتى ابني أو بنتي يتكلموا، إمتى أقول إن هم متأخرين، لغاية سن كام ينطقوا كلمة واحدة وبعدين ينطقوا كلمتين وبعدين يعملوا جملة، حاجات كتير جدا في الموضوع ده وتفاصيل كتير جدا خاصة بالكلام عند أولادنا بتختلف طبعا بطبيعة كل طفل، لأنه بيقولوا لنا كده الدكاترة وأهالينا زمان، الناس اللي عندهم خبرة يقولوا لنا إنه الطفل مثلا اللي يسنن بدري شوية ممكن يتأخر شوية في الكلام، أو يعني بيحصل فيه حاجة كده أكشن معين الطفل بيعمله سواء تسنين بقى مشي كلام مش بيبقى كله مع بعض. فخلينا النهاردة نعرف الخطوات الطبيعية اللي أنا كأم بقى فاهمة إنها لما تحصل يبقى أنا كده ابني تمام أو ابني سليم أو بنتي كويسة، ولو في حاجة منهم اتأخرت لغاية سن معين أو لغاية وقت معين أو بشكل معين أبدأ أقلق، يبقى لازم هنا أعرضه على متخصص أو على دكتور. ده هنعرفه النهاردة، اضطرابات الكلام وعلاجها كمان المفروض تبقى ازاي، وامتى اقدر اقول انه انا عندي ابني عنده اضطرابات في الكلام. ده هيبقى مع ضيفنا اللي منورنا جدا وجوده معانا النهارده، او ضيفتنا دكتوره راندا فاي، اخصائيه الارشاد النفسي والاسري وماجستير في الشخصيه وعلاقتها بجوده الحياه ودبلومه عامه في التربيه. عايزه بس اكد عليكم قبل ما نطلع للفاصل انه صفحتنا على الفيسبوك باسم ولوجو البرنامج مفتوحه لحضراتكم طول الوقت، وانا شخصيا من هنا ومن بدايه الهوا النهارده ومن الحلقه بشكر كل واحد بيبعت لنا كومنت على بوست بننزله على الصفحه او بيبعت لنا مسج، لانه فعلا صدقوني بيفرق معانا كل حاجه بتكتبوها وكل حاجه بتقولوا لنا عليها او حتى بتقترحوها علينا. فانتوا لو عندكم اي حاجه عايزيننا نتكلم فيها، موضوع خاص بيكم يمكن ما جاش في دماغنا او بقالنا كتير حتى ما اتكلمناش فيه، لانه الحقيقه انه فريق الاعداد قايم بدوره على اكمل وجه بقاله سنين طويله في من يجدها، فممكن يبقى في موضوعات بقالنا شويه ما عدناش عليها او ما عرفناش ايه الجديد فيها، فلو انتوا عايزيننا نتكلم في اي موضوع صفحتنا موجوده على الفيسبوك. هخرج معاكم لفاصل الاول عشان نبدا بقى حلقتنا مع دكتور رندا بعد الفاصل. برحب بيكم مرة تانية. طبعا احنا قلنا في المقدمة اننا النهاردة هنتكلم على اضطرابات الكلام. طبعا احلى حاجة في الدنيا لما اول مرة بنسمع ولادنا بيقولوا ماما او بابا، فاحنا لما الموضوع بيتأخر شوية كده بنحس ان احنا قلقانين، او لما بيبدأ الموضوع كويس وبعدين يتحول لتهتها مثلا، او لو بادي اصلا من الاول كمان بتهتها، او لو الموضوع اتأخر خالص بقى وما لقيناش اي حاجة بتحصل، فبنلاقي هنا بيحصل قلق كبير جدا من الاباء والامهات. فحضراتكم دلوقتي لو عندكم اي سؤال خاص بيكم او حاجه تجربه شخصيه كده عديتوا بيها، احنا دلوقتي مع ضيفتنا هنرد على كل اسئلتكم، وكمان الاسئله اللي موجوده معانا هنوجهها كمان لضيفتنا علشان نحاول نغطي اكبر جزء من الموضوع، لان الموضوع فعلا مهم جدا.
بس طبعا خلونا نرحب بضيفتنا اللي منورانا النهارده في استوديو من يجدها، دكتور راندا فاي، اخصائيه الارشاد النفسي والاسري وماجستير في الشخصيه وعلاقتها بجوده الحياه ودبلومه عامه في التربيه. منورانا النهارده في من يجدها يا دكتور. اهلا بيك. خليني احط كده مسمى الاول لاضطرابات الكلام، يعني ايه اصلا اضطراب في الكلام؟ اضطراب في الكلام ده يعني الطفل ده متاخر في الكلام، ولا زي ما قلت كده انه بيتهته، ولا اضطراب الكلام نفسه ده عباره عن ايه؟ خلينا الأول نقول إيه هو الكلام. إحنا كتير مش بنبقى عارفين يعني إيه هو الكلام، مش قادرين نفرق يعني الكلام ده داخل فيه عناصر كتير قوي، فبيدخل فيه النطق، يعني إيه برضو النطق، يعني إيه اللغة. خلينا الأول نقول يعني إيه اضطراب. أول حاجة هنبتدي بكلمة اضطراب. اضطراب يعني خلل أو كسور في وظيفة معينة، ده معنى كلمة اضطراب. النطق دي الألفاظ اللي أنا بتكلمها، الكلمة نفسها حرف، الحرف أو الكلمة تمام. يعني اللي هي المفرد اللي أنا بطلعه. أوكي. إيه بقى هو الكلام؟ هو عبارة عن الأصوات اللي طالعة مني، عبارة عن الجمل اللي أنا بقولها مرتبة ومنسقة ومنظمة مفهومة، عبارة عن الألفاظ والكلمات والمفردات والمحصلات بتاعتي اللي أنا خزنتها من وأنا بيبي صغير، يمكن من بطن الأم كمان لما ببقى جنين، دي بتتخزن جوايا وبعد كده بتطلع في شكل الكلام اللي أنا بشوفه. يبقى اضطراب الكلام هو كسور أو خلل في وظيفة معينة بتطلع عندي بشكل غير مفهوم وغير واضح من الشخص المرسل والمستقبل، يعني اللي بيقولها مش فاهم واللي بيستقبلها مش فاهم. أمال التهتها مثلا يا دكتور دي تبقى عبارة عن إيه؟ خلينا نقول التهتها والتلعثم والحاجات دي كلها يعني لها مسميات كتير ولها عناصر تانية كتير بتبقى هي الأسباب فيها. خلينا نبتدي نقول الأسباب الأول. الأسباب اللي وصلت ابني إن هو مش بيطلع الكلمة بشكلها الواضح المفهوم. طب قبل ما بعد إذن حضرتك قبل ما أتكلم على السبب فضل. أنا المفروض أعرف الأول هو هيتكلم من إمتى، يعني هو طبيعي جدا إنه لما بيبقى عندنا ولادنا بنستنى أول لما مثلا يتموا 10 11 شهر، لما نطقش بنحس إننا إيه؟ تمام. الدنيا اتقلبت وما يعني الدنيا اتهدت فعلا ان ابني ما بيتكلمش. فقولي لنا كده المفروض اعرف ازاي انه بيتكلم اصلا. اول حاجه الام لازم تاخد بالها قوي من مناغات الطفل. الطفل هو بيناغي كده من عند 3 شهور بيبتدي يكتشف العالم من حواليه، وطبعا عارف ماما من وهو في بطنها. ماما الشخص الوحيد اللي الطفل بيبقى متاكد منه 100%. بعد كده من عند 3 شهور يبتدي الطفل يناغي، المفروض ده كلام على فكره. الماما تناغي برضو، هو يناغي هي تناغيه، ده كلام، ده تواصل. يعني ايه ناغي؟ بيقعد يعمل اغى كده وهو يرد. دي مناغاه، بيبقى بيناغي، المفروض ماما تناغي معاه برضو. أوكي. لان ده تواصل، ده الكلام، هو عنده الكلام بس مش ما عندوش القدره لاخراج الكلام. تمام تمام. من عند 3 شهور ل6 شهور المفروض الطفل بيبتدي ينطق الحروف الحلق اللي هي الالف والغين والعين. بعد كده بيبتدي الطفل ينطق الحروف الشفهية اللي هي بتبقى خارجة من الشفايف زي الب والميم. من عند سنة كاملة الطفل بينطق كلمة زي بابا ماما، كلمات واضحة. عند سنتين المفروض المحصلة بتاعت المفردات وبتاعت الكلمات عند الطفل ابتدت تبقى كويسة جدا، فيبتدي يقول جملة بسيطة سهلة يعبر بها عن نفسه. جملة من كم كلمة بقى؟ ممكن من كلمتين مثلا، يقول لك مثلا عربية كبيرة، لعبة جميلة، ماما حلوة، على حسب قدرة الطفل، لأن دي قدرات بتختلف من طفل لطفل. في طفل يعمل جملة مكونة من كلمتين، وطفل يعمل عنده القدرة أنه هو يكون كلمة جملة من 3 كلمات. تمام. طيب أنا هكمل معاكي كلامنا، بس خلينا ناخد التليفون ده معانا. مريان من الأقصر، ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا مريان، ممكن تعلي صوتك بعد إذنك؟ حاضر. شكرا، اتفضلي. أيوة معاكي. أنا معاكي، اتفضلي. بصي أنا عايزة أسأل الدكتورة، أقول لها أنا بنتي عندها 2.5 سنين، لسه يعني الكلام مش جامد خالص، يعني بس تنطق كلمتين وخلاص، ما تقدرش تعبر عن أكثر من كده يعني. 2.5 سنين وبتتكلم كلمتين بس، يعني بتقول إيه يعني مثلا حاجات زي إيه؟ طب يا مريان؟ قاعد يقول بابا ماما نانا أمبو بابا جي نانا بس كده. طيب في عايزه تساليها اي حاجه يا دكتور؟ لا تمام، بشكرك يا مريم، هترد عليكي دكتور راندا، اتفضلي. المفروض انا بتظهر ان عندي مشكله
من سن سنة ونص أبتدي أكتشف إن أنا كده عندي مشكلة، إن الولد أو البنت كده عندهم اضطرابات في الكلام أو متأخرين مش بيتكلموا، فبتبتدي تظهر المشكلة عندي من سنة ونص. هنا مدام مريم سنتين ونص، سنتين ونص وبنتها أو ابنها مش بيتكلم غير كلمة ماما أو ماما بابا جي، بتقول هي من الأسرة فبتقولها جي تمام. طبعا أيوة لا هي كده في مشكلة، فلازم فعلا؟ أول حاجة تروح تعمل مقياس سمع، تشوف أخبار السمع عنده إيه، وتشوف النسبة بتاعته كام على كام، لأن أحيانا لما بتبقى في مشكلة في السمع بيأثر على الكلام. فالأول هي تاخدها خطوات كده، تبتدي تروح لدكتور أنف وأذن، تطمن على حالة الودان وحالة السمع فيها إيه، ربما يكون في التهابات عنده، فبتبقى بتعمل نوع من أنواع الرشح فبيأثر على السمع، مش بيسمح كويس، فبالتالي هو مش بيتكلم كويس. لقت الدنيا كويسة والدنيا حلوة، فبتضطر تلجأ بقى لمتخصصين أخصائيين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ لا مش في التخاطب، في الكلام، في اضطرابات النطق والكلام. فبتضطر تلجأ لهم وتبتدي تعمل بعض الاختبارات اللفظيه والغير لفظيه وتشوف نتيجه الولد. يعني هي بنت مدام مريان على يعني وهي عندها سنتين ونص المفروض تقول ايه؟ المفروض تبقى بتقول جمله مفيده، جمله مركبه مفيده، يعني لو هي عايزه أنا عايزه اشرب، عايزه اشرب، عايزه اكل، ماما خرجت، بابا جه، تقول جمله مفيده تمام. هي فاهماها واللي قدامها فاهمها. لكن سنتين ونص ده كتير، في مشكله فعلا، فلازم تلجا للمتخصصين. طيب معانا ام كرولوس من القاهره. الو الو، مساء الخير. مساء الخير يا ام كرولوس، اتفضلي. يا رب يخليك. ايوه يا دكتوره، ابني عنده برضك سنتين ونص مش بيتكلم، وبيقعد يشاور على اي حاجه، بس هو بيفهم كويس وبيسمع كويس، بس مش بيعرف يقول، بيقول ماما ما، يقول على بابا با، اي حاجه بقى يقولها قا، يعني اكل شرب اي حاجه قا بس، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. طب معلش يا مكرولوس، انت ما عرضتوش على اي حد؟ يعني هو بقاله سنتين ونص بتقولي مش بيتكلم تقريبا خالص، يعني ف ما حدش شايفه، ومفيش متخصص شايفه، ومفيش اي حد شايفه؟ لا لا، ما هم كل اللي اقول له يقول لي يوديه حضانه، فانا مش عارفه اعرضه على دكتور تخاطب ولا اعمل ايه، انا مش عارفه. خلاص الدكتور رندا هترد عليكي، بشكرك. طب انا عايزه اسالها سؤال بس، هو عنده اخوات ولا ولد وحيد؟ هي لو معانا على الخط لا غالبا قفلت. تمام. هو لو ولد وحيد احيانا بيبقى ما فيش حوار قوي في البيت، فالطفل الاول غالبا بيتاخر في الكلام، بس بيتاخر بزياده، بس ده متاخر بزياده. هي طبعا لما بتنادي له هو بيسمعها، يعني بيفهم. مثلا بيبص لها، بيبقى عارف انها هي بتقول الكلام. بيفهم كويس قوي الكلام، هي قالت في المكالمه كده. طب برضو هنا هنقول نفس الكلام اللي قلناه لمدام مريان، لازم في مشكلة، مش هي اللي تحكم على فكرة ان هو كويس، وانه لازم تروح تعمل اختبار سمع يديها نسبة كويس، هتبقى يقول لها النسبة دي كويسة، اوكي يبقى هو بيسمع كويس، ما النسبة طلعت اقل من المعدل الطبيعي او المطلوب، يبقى اذا في هنا مشكلة في السمع مأثرة على الكلام. وممكن وهو صغير، بس هي قفلت بسرعة، كنت عايزة اسألها، هو تعرض لبعض مثلا الامراض وهو صغير، زي الحمى، زي السخونة، زي الحاجات دي؟ طب الحاجات هي قالت نقطة، الناس بيقولوا لها ودي حضانة، ممكن الحضانة فعلا تبقى علاج لبعض الاطفال؟ ممكن في بعض الاطفال، بس لو هي عضوي يبقى الحضانه هتعمل ايه؟ لو هي عضوي او في حاجه معينه عضويه او فيسيولوجيه، يبقى في الحضانه في الحاله دي هتعمل ايه؟ لا بالعكس، لو بنتكلم ممكن تزود المشكله. لو بنتكلم في النقطه اللي هيك قلتيها في الاول، انه لو هو طفل وحيد او بيبقى الطفل الاولاني بيحصل اوقات معاه المشكله دي، بيتاخر معاه، بس مش لحد سنتين ونص. يعني سنتين ونص ده كتير، فهي في مشكله، عايزه اقول لها انزلي وديه حضانه، بس ممكن الحضانه ممكن تجيب نتيجه سلبيه لو السبب في اضطراب الكلام او تاخر الكلام عنده حاجه عضويه، لانه هو هيبقى محبط وهيبقى مش عارف يتعامل معاهم، لا هو عارف يتواصل مع اصحابه في الحضانه، ولا اصحابه عارفين يتواصلوا معاه، ولا مع الدادات، ولا مع المس، مش هيبقى في اي تواصل. طيب مش هيبقى في اي حوار. طب احنا كده اتكلمنا على اسباب ممكن تبقى ليها علاقه باضطرابات الكلام، زي مثلا اضطرابات السمع او في مشكله في السمع. تمام. لو السمع كويس ونسبه السمع طلعت كويسه، ممكن يبقى في سبب تاني لاضطراب الكلام؟ عندنا اسباب كتير لاضطرابات الكلام. إيه؟ عندنا اسباب نفسيه، عندنا اسباب اسريه، عندنا اسباب اجتماعيه، اسباب كتير جدا لاضطرابات الكلام. العنف الاسري والمشاكل الاسريه دي بتعتبر من اهم مشاكل، من اهم المسببات لاضطرابات الكلام. ازاي
ازاي ممكن تأثر على طفل صغير لو في اضطرابات في الأسرة نفسها؟ هو طفل مش فاهم حاجة، فمش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. هو مين قال ان الأطفال مش بيبقوا فاهمين؟ الأطفال بيبقوا فاهمين كل حاجة، بس احنا الكبار اللي بنوصل لنفسنا الصورة دي، ان الطفل ده صغير ده مش فاهم حاجة. ما تحطوش في دماغك ده عيل صغير، مين قال الكلام ده؟ الأطفال بيبقوا فاهمين كل حاجة. عارف ان ماما وبابا بيتخانقوا، يعني دي عارف ان ده خناق وده في طرفين، وعارف ان دي عبارات سلبيه طبيعي دايركت على طول بتتخزن في دماغه، فبيظهر عنده بقى حاله من الخوف المكبوت، وبتظهر عنده حاله من العدوان والعدائيه المكبوته، وبيبقى متوتر وعصبي. كل دي حاجات بتؤدي لاضطرابات الكلام. طيب هكمل معاكي الاسباب، بس خلينا ناخد مدام صفاء من القاهره. مدام صفاء، الو، ازاي حضرتك؟ خير يا دكتور. مساء الخير، اتفضلي اتفضلي يا دكتوره. سامعاكي. انا ابني عنده، ابني خلص سنتين وبرده عنده نفس المشكله، برده ما بيتكلمش، ما بيقولش غير بابا وماما عبير، كلمات بسيطه خالص. بس المشكله مش في كده، المشكله ان هو سامعني كويس خالص، ولو قلت له روح هات لي اي حاجه بيجيبها لي، بس مش قادر، بحس ان هو بيحرك ومش عارف يتكلم. الدكتور بتسالك مدام صفاء، انتوا بتتعاملوا ازاي معاه في البيت؟ لا، اخواته بيلعبوه، بنكلمه، بفضل احرك له شفايفه كتير عشان يشوف الكلمه بتتنطق ازاي، بس بحس ان هو عايز يقولها مش عارف. طب اخواته بيلعبوه، طب ماما وبابا فين؟ هي بتقول لحضرتك هي بتحاول كتير تكلمه وتقول له حركات الشفايف، بس هو مش مش لاقط. في الحاله دي ممكن يكون التدليل الزايد والحمايه الزايده اللي بيبقى نتيجه من الاخوات او من الاب او من الام، بيخلوا الطفل عنده شيء من الكسل والتراخي والاعتماديه شويه، فيبص دايما لشفايف ماما وهي بتتكلم علشان يقول لها، ما يبصش عشان ياخد منها كلمه، لا ده بيبص عشان هو كسلان يتكلم فيبص للشفايف. معلش عفوا يا دكتور، هي قالت في اخر قبل ما التليفون يتقفل، قالت انه هو بيحاول يقول الكلام اللي انا بقوله له، يعني هو بيعمل مجهود تمام، بس هو مش قادر يطلع الكلمه، هو مش متكاسل، ولكن طيب. هو مش عارف يطلع. النقطه دي انا هجاوب عليها في ان احنا عندنا برضو بعض الاسباب العضويه. الاسباب العضويه دي بتندرج تحت مصنفات كتير، ان انا ممكن يكون عندي خلل في الجهاز العصبي، في الجهاز العصبي الخاص بمخارج الكلام، او ممكن يكون عندي برضو خلل في الاجهزه الخاصه في المخ اللي مسؤول عن خروج الكلام مني. واحيانا بيبقى في اعراض جسميه، زي مثلا السنان تبقى طالعه مش مظبطه، تشوه في السنان من قدام، ده بيبقى بيعوق اللغه. احيانا انا بدي اسباب كتير، انا ما شفتش الحاله علشان انا اقدر اشخصها بدقه. بيعوق اللغه يا دكتور، بس بيعوق الكلام، ايوه، لكن مخرج الكلام بالزبط. دي كلها مخارج للكلام، اللسان والشفايف والسنان. ايوه، هو بيعوق مخرج، يعني صحه الحرف هو طالع، لكن انه مش قادر يطلع الحرف نطقها. اصلا بيبقى الموضوع صعب قوي، يعني بيعوق النطق كمان. الاحبال الصوتيه ممكن يبقى فيها ارتخاء، فمش مطلعه الكلمه، عنده استعداد ان ينطق الكلمه، بس ما عندوش القدره ولا الكفاءه اللي تساعده ان الكلمه تطلع. ما عندوش الحته دي. واحنا في الفاصل قلت لي انه في انواع اصلا للاضطرابات، فخلينا نتكلم كده ونعرف الناس انه ايه شكل الاضطرابات والاعراض، يعني انا كأم اعرف ازاي ان انا ابني عنده عرض من اعراض اضطرابات الكلام. تمام. أول حاجة قبل ما نتكلم عن أنواع الاضطرابات، لازم نتكلم عن الأعراض بتاعتها. الأم تكتشف إيه علشان أقدر إن أقول إن ابني ده عنده اضطرابات في الكلام؟ أول عرض خالص إن بتبقى مفرداته قليلة، المحصلة بتاعت الكلمات قليلة جدا، ما بيقدرش عن طريقها يتكلم أو يكون جملة مفيدة الأم تفهمها أو الطفل يفهمها. حتة الفهم كمان عنده بتبقى قليلة، هو مش فاهم ماما بتقول له إيه، وهو كمان مش قادر يعبر عن اللي جواه. يبقى كسور او مفردات قليله، عدم فهم، عدم القدره على التعبير. الاعراض دي بتبقى مصاحبه ليها اعراض نفسيه واعراض حركيه. دايما بتلاقيه حد عصبي، حد متوتر، عديم الثقه بنفسه، ما عندوش اي ثقه في نفسه، عنده خوف وخايف ودايما اعصابه مشدوده. بلاست الحاجات دي كده بيبقى فيه اعراض حركيه، ممكن يقعد يبربش بعينيه او بكفونه، يميل دماغه في اتجاه معين، يقعد يخبط برجليه على الارض او يضغط برجله على الارض. الاعراض دي من امتى يا دكتور؟
بعد سنة ونص، بعد سنة ونص الأم تقدر هي دكتورة ابنها، هي تقدر تقيم إذا كان الولد عنده اضطرابات أو عنده خلل ما في أي شيء في حاجات. المفروض الأم هي أعظم دكتور في الفترة دي، لأن هي عايشة مع الطفل وتقدر تكتشف. بنعرف نكتشف بس ما بنبقاش فاهمين، يعني لأنه إحنا على مدار الجزء الأولاني مثلا لقينا الأمهات اللي كلمونا كلهم بيتكلموا في فكرة السنتين ونص. سنتين ونص دول كبار على أنه الأم بدأت تحس أنه في مشكلة بالظبط. وهي طنشت، ما عشان إحنا بنقول أن الولاد ما بيبقوا، يعني إحنا واخدين فكرة أن الأطفال ما بيفهموش. هي مش بتبقى فكرة تطنيش أصدقيني، لأنه ما فيش أم هتطنش مصلحة ولادها، بس هي الفكرة كلها في أنه بابا وماما وتيتا بيقولوا لنا طول الوقت لا ما تخافوش هو هيتكلم كمان شويه. دكتور راحت له مثلا وقال لها لا ما تلاقيش لسه شويه. طيب نوع الدكتور ده ايه؟ ما روحش الدكتور بطنه واقول ده الدكتور لا هيقول لي ده لسه ما تقلقيش عليه، ده قدامه لسه شويه، لا ما تخافيش. طب انا اروح لحد متخصص فاهم، كل حد بيبقى فاهم في مجاله كويس قوي فيقدر يحكم بالشكل الصح يعني. طيب احنا معانا انطونيوس من القليوبيه. الو انطونيوس قفل، احنا اتاخرنا على انطونيوس. طيب بصي احنا جالنا مسج على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه القناه نفسها، صفحه سي تي في، بتقول ابني سنتين وشهر وبيقول بابا وماما وتيتا، ولو قلت له كلمه كذا مره ممكن ينطقها كويس يا اما بسيط شويه. هو ما عندوش مشكله في السمع لانه بيستجيب للاوامر والتركيز، هو كده كويس ولا اصبر عليه شويه؟ وبعدين في دكتور قال لي ان الولاد بيتاخروا عن البنات، فالكلام ده صح ولا غلط؟ الكومنت ده او المسج دي جت لنا من الاريا مكرم. تمام. لا هما الولاد مش بيتاخروا عن البنات في الكلام ولا اي حاجه، دي مراحل عمريه مدروسه، بتبقى معروف ان الولد عند مثلا 6 شهور هيقول كلمه قد ايه او هيطلع حرف شكله ايه، فما فيش قصه اسمها ان الولد البنات بتتكلم قبل الولاد ولا الكلام ده. زي برضو الامهات اللي تقول ده لو مشي بدري يتاخر في التسنين. أيوة. او لو سنن بدري يتاخر في الكلام، العلاقه ملهاش اي اساس من الصحه اصلا، ان التسنين بيبقى له علاقه من بيأثر على الكلام او المشي بدري بيأثر على السن، ملهاش علاقه خالص. دي اجهزه خاصه بالكلام واجهزه خاصه، ببساطه خالص الكلام بيبقى له اجهزه خاصه في المخ خاصه بيه، والتسنين بيبقى له اجهزه خاصه بيه، لكل حاجه ربنا خالقها، ربنا الهنا اله نظام منظم كل حاجه. يعني مفيش حاجه بتاخد طاقه الطفل ده اكتر من حاجه ثانيه او اكتر من جزئيه ثانيه. شويه ممكن اللي تاثر لما انا اقول ده سنن بدري فالمشي يتاخر لان هو سحب من المخزون الكالسيوم اللي في جسمه، والاثنين مرتبطين بالكالسيوم. السنان والعظم مرتبطين بالكالسيوم، فممكن دول ياثروا على بعض. طب احنا هناخد انطونيوس رجع لنا، ممكن سوء التغذيه. طب هنتكلم فيها برضه. معانا انطونيوس من القليوبيه. الو يا انطونيوس. الو صباح الخير. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل الدكتوره معاك. ماشي اتفضل. ايوه يا دكتوره. ايوه اتفضل انا سامعاك، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي انا عندي ابني 3 سنين. تمام. يقول بابا وماما ويجي مثلا يقول الصير يقول دو. بيقول ايه معلش؟ عايز يدخل التويلت. التويلت الو؟ ايوه سامع حضرتك. بص انا بستأذنك تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون. ماشي. خالص. ماشي يا فندم. شكرا. اتفضل. بقول لك ابني 3 سنين. تمام. بيقول ماما وبابا، ولو حب يدخل التويلت يحصل ايه بقى؟ يقول اعمل دو، اقول اعمل دو. يعمل ايه؟ دو. اوكي. تمام مع حضرتك، اتفضل. ايوه يا فندم. طب ايه دلوقتي وعنده عنده 3 اولاد غيره، وبعد كده يقول لنا بابا ماما بس. لا معلش انا بعتذر هيك، انا مش فاهمه المشكله بتاعت ابن حضرتك فين بالظبط. نعم انا مش فاهمه مشكله. ما بعرفش يتكلم. هو مش عارف يتكلم يعني اكتر من كده؟ بيقول بابا وماما وما بعرفش يتكلم الا بابا وماما بس. ولنا وكخه بس. تمام كلمه واحده. طيب بيعبر بيعبر. طيب بمفردات كلمات. احنا معانا مريم على التليفون. الو. اي مريم مساء الخير. لو سمحت انا بنت عندها 2 سنين ونص. تمام. بس هي بتتكلم نظام ايه؟ ان هي يعني في التلفزيون لو في اغنيه او ترنيمه شغاله بتقول معاهم، لكن الكلام معايا انا لا.
غير كلمات خفيفة ماما بابا يعني كلمات معينة بس. طب يعني هي بتعرف تتكلم الكلمات بتاعت الترنيمة أو الأغنية أو أي حاجة شغالة؟ بتنطقها بوضوح يعني مخارج الحروف بتبقى ظاهرة وواضحة، يعني لو كلمة فيها حرف الحاء مثلا باين حرف الحاء في النطق؟ لا مش قوي يعني، هي في يعني حاجات بفهمها منها وحاجات لا. تمام تمام. طب أنتوا بتتكلموا معاها يا مريم؟ أنا هي أول بنوتة ليا فيعني كلمات معاها، بس هي مش بتلقط مني قوي برضه، بس هي سامعها كويس يعني، بقول لها في حاجة كده فبتسمع الكلام. طيب بشكرك يا مريم، دكتور هترد عليك. طب نرد الاول على استاذ انطونيوس. هو طبعا 3 سنين ده كتير جدا يعني، هو اتاخر فعلا عليه، المفروض كان يبقى بدري شويه، علشان كل انا ما شخصت بدري كل ما كان العلاج اسهل واسرع، وما كنتش بس هي العلاج اضطرابات الكلام. انا عايزه اقول لبابا شويه بياخد صبر ووقت، يبقى عندي صبر ومثابره وطوله بال يعني، مش بسرعه يعني. تمام. هو طبعا الولد عنده مشكله، المفروض هو يلجا لاخصائي نطق وكلام، نطق وكلام، ما يروحش لدكتور باطنه، ما يروحش لدكتور، لا انا بقولها اخصائي نطق وكلام، هيعمل له بعض الاختبارات طالما هو بيسمع كويس، لانه هو عنده هنا ضعف في مفردات اللغه اصلا. أيوة. يعني محصله الكلمات عنده كلمات بابا ماما بيبي، حاجات كلمات مفرده. فطبعا هنا ما فيش حته هو لو بابا نطق جمله، انا بس كنت عايزه اسال الحته دي، لو انت نطقت جمله مكونه مثلا من 3 حروف، هو بيبقى فاهم انت عايز تقول ايه؟ بيبقى فاهمه؟ هو طبعا الصوت ما كانش واضح علشان ناخد المعلومة كاملة، بس هو لازم يلجأ لمتخصص، وأهم شيء ما يقولش إن هو بيسمع، إحنا مش دكاترة يا جماعة، من فضلكم ما تقولش ابني بيسمعني كويس، ابنك أحيانا يعني أنت بتبقى فاكر إن هو سمع كويس، لكن هو بيبقى باصص لحركة شفايفك، فعارف إن بابا بيتكلم، لكن هو ممكن ما يكونش بيسمع، هو باصص لحركة الشفايف، فمن فضلكم أول حاجة نعملها نرجع لدكتور أنف وأذن ونعمل اختبار سمع، لو السمع كويس نقدر نقول ان هنا في مشكله في الكلام، وبناء عليه ابدا اروح لمتخصص اخصائي نطق وكلام او اخصائي نفسي، واتفر اي حد هتقدر توصل له، هم عندهم نفس الـ 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 العلاج يعني. طيب ده استاذ انطونيوس، ده استاذ انطونيوس. مدام مريم بنتها 2 سنين. ايوه. وبتقول كلمات خفيفه برضو مش كتير، هي بتفهمها كويس قوي، وما عندهاش يعني، بس هي برضو مش بتتكلم قوي، بتسمع الاغاني، بتقول الكلمات وبتردد. هي هتلاقي ماما عشان دي بنت، فهتلاقي ماما مدلعها شويتين، فالبنت بيبقى عندها كسل، الكسل طبيعي، الحاجه انا لما ما بس مش بستعملها بيحصل فيها خمول وبيحصل فيها تراخي، فهي علشان ما بتتكلمش كتير فاحيانا بتبقى عندها حاله من الكسل، انها ما عندهاش استعداد انها تنطق الكلام. المفروض ماما تنزل تجيب لها بعض الالعاب العلميه وبعض الصور وبعض الحاجات، وتقعد معاها تخليها تلعب وتنطق معاها، وما تيأس، مره على مره البنت هتلاقيها بتنطق. هي دي نقطه برضو هي قالتها مدام مريم، انها ده الطفل الاول لمدام مريم، فهي كلامها مع بنتها مش كتير. هي قالت كده يعني، مش عارفه تعمل ايه. حته التواصل الاسري دي بتبقى مشكله جامده جدا. كنا نفتكر زمان كده كانت تيتا تقعد تحكي لنا قصص، تيتا ما كانتش بتقعد تحكي القصه لمجرد انها بتحكي لي حكايه اتسلى بيها. تواصل. بالظبط. أيوة. دي داخل فيها نقطه التواصل، داخل فيها ان انا بخزن عندي مفردات للكلمات، بس وقت ما العضو الخاص بالكلام يسمح ان هو يتكلم الكلام بيطلع. تمام. طيب احنا جالنا تليفون تاني، ام عندها ابنها عنده 5 سنين وبيتهته في الكلام، وبيقول الكاف ت، واخوه كمان كان عنده نفس الموضوع، الاثنين بيقولوا الكاف ت. الكاف ت ده نوع من انواع تشوه الكلمه، وده بيعتبر من انواع اضطرابات الكلام. احنا عندي انواع كتير لاضطرابات الكلام، هنلاقي اول نوع عندي وده الاكثر انتشار الابدال، ان بنلاقي الولد بيشيل حرف وبيحط حرف تاني، او بيشيل صوت، احنا يعني الصوت اللي هو الحرف، بيشيل الحرف ده ويقوم حاطط حرف تاني، بيبقى سهل عليه في الكلمه شويه، ولكن هو من وجهه نظر ان هو نطقها صح، لكن هي مش بتبقى صح، هي ما اللي هو الابدال، لا اللي هو احنا بنقول عليه الطفل ده ألدغ، اللي احنا في المجمل العام بنقول ألدغ. اوكي. الألدغ، بس اللي بابا وماما ما يعرفوش بقى ان اللدغان ده اصلا له علاج، انا لو سبت ابني من غير علاج هيفضل اللدغان ده معاه طول حياته، لكن اللدغان ده بيتعالج. طب ما في 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 اباء وامهات ما عالجوش ولادهم من اللدغان، وهم اللدغان يعني انتهى لوحده، انتهى لوحده، دي في مراحل معينه. لكن في ناس تانية
القدرة، احنا اتفقنا ان كل انسان عنده قدرات، القدرة نفسها الاستيعابية بتاعت الطفل نفسه ما كانش عندها الحتة، فكان لازم لابد من تدخل حد تاني، طرف تاني في الموضوع، سواء من ناحية بابا وماما او من ناحية المتخصصين، ويبقى في علاجي. احيانا كمان العلاج بيتدخل لما خلاص بقى انا مش واصل لحاجة، اشوف ادور على سبب المشكلة علشان انا اقدر اعالج صح. يبقى اول حرف حاجة في اضطرابات الكلام الابدال، الابدال زي مثلا كلمة عسل بيبقى في حرف السين، احط مكانه مثلا سه او شين. طب قبل ما نروح لنقطه تانية بعد الابدال، انا في بعض الاباء والامهات بيتبسطوا لما اولادهم مثلا يقولوا دي نقطه هنرجع لها دلوقتي، غين غين يقولوا ايه لما يكبروا ده هيبقوا بيتكلموا مثلا حاجه زي الفرنساوي مثلا حلو. انا عايزه اقول ان ده خطا كل الامهات والابهات بيقعوا فيه. أيوه. ان ابنها لما ينطق كلمه هي مش صح وبس، هي عاجباها، عاجبه ودانها وعاجبه انها تسمعها بتحكو. فتفضل تضحك وتقولها، هي كمان تفضل تكررها، فدي بتبقى بتعمل عمليه ثبات عند الطفل بشكل غير عادي، وتفضل ملازمه بقى طول حياته. تقدري تعالجيها بتتعالج، بس بتبقى بصعوبه جامده جدا. وده مش صح، كل الامهات معظمهم مش كلهم طبعا بيعملوا نفس الحاجه، والابهات وتبقى مبسوطه، يعني كلمه عسل، عسل ينطقها عسل، الله بتبقى طالعه جميله فعلا يعني. بس ده مش صح، انا طيب. انطق الكلمه قدامه صح. طيب في ايه تاني بعد الابدال؟ غير الابدال حرف السين بنبدله يا بسه يا بشين، زي كلمه شمس مثلا. الناس تشيل حرف السين وتحط تبقى تنطقها شمس، الشمس شمس شمس. ده في الابدال، وغالبا الابدال بيروح عند 6 7 سنين من طفل لطفل، بس هي اقصى مده ليه 6 7 سنين. طيب عشان ما انساش بس السؤال بتاع المدام اللي كلمتنا في التليفون، ال5 سنين ده التشوه. ده انا بغير ملامح الكلمه نفسها، شكل الكلمه بيبقى غير واضح المعالم، زي كلمه كتير يقولها تير. غير شكل الكلمه، او اتيل شال الكاف وحط الف فبقت زي كلمه خلاص يقولها خلاص. دي حاجه غير اراديه يا دكتور؟ كلمة. حاجه غير اراديه من الطفل؟ لا لا لا، دي مشكله، لان غالبا بيبقى عندي عيوب في مخارج الاصوات نفسها، يا اما ارتخاء في الاحبال الصوتيه، يا اما تشوه في الاسنان، يا اما اللسان مش في مكانه الصح، يا اما سقوط الاسنان. فدي كلها عوامل بتسبب تشوه. طيب. الكلمة. بما اننا بنتكلم في الجزئية دي، معلش بقى يعني بدون قطع كلامك، احنا جالنا دلوقتي مسج بتقول ابني عنده 4 سنين ونص. تمام. وفي بعض الكلمات بينطقها غلط، زي كلمة بسرعة بيقولها بولعة او بلعة، وبعدين اسم اخته مونيكا بيقولها متة، واحيانا قبل ما يقول الكلمة يكرر الحرف الاول من الكلمة اكتر من مرة بكتير، زي لعبنا في الحضانة واكلنا هي بعت المسج كده بالظبط. أيوة. فنرد على هي اكتر حاجة، هي برضو ماشي في عمر ال5 سنين لو هنلاحظ، هي عندها 4 سنين ونص تقريبا. يعني برضو في السنة الخامسة، فده برضو تشوه للكلمة. إن بيضيع معالم الكلمة، أنت ما بتبقيش فاهمة إيه. أيوة. زي الكلام اللي قالها، بالإضافة بلاس كده كمان بيعمل عملية إضافة للحروف. إضافة حروف، زي كلمة و و و ده زي كلمة مثلا يقولك مدرسة، يقولك مد مد مدرسة، دي مش تحتها؟ لا دي مش تحتها، دي إضافة للكلمة، عمل إضافة للكلمة. وده نوع من أنواع الاضطرابات، زي مثلا كلمة سمكة يقولك سمكة. طب يعني قبل ما أختم، لأن هنا الوقت خلص، بس أوقات كتير الأم بتتصرف مع الجزئية دي تقول له لا انت ليه بتكرر في الكلام كتير، وقف وقول الكلام الاول. تمام. اولا الام ما تغصبش على الطفل خالص. تمام. ما تجبروش على شيء، زي مثلا الطفل اللي بيكتب بايده الشمال هو اشول اصلا، انت بتجبرينه يكتب بايده اليمين. تمام. هو ربنا خلقه كده، ما تجبريش الطفل، ما تعنفهوش، ما تصغريش منه. خلي عندك طولة بال، الموضوع بياخد وقت شويه ولكنه بيتعالج. تمام. انا بشكرك، شكرا جزيلا. بالنفس اهم حاجه التشجيع. أكيد. دكتور راندا فايق، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري، ماجستير في الشخصية وعلاقاتها بجودة الحياة، ودبلومة عامة في التربية، بشكرك، نورتيني. شكرا جدا. أسئلة كتير جدا الحقيقة من الناس، كلهم باعتين على البيج بتاعتنا، وتليفونات كتيرة جدا. بستأذنك قدام كل المشاهدين، لو في أي حد طلب مساعدة حضرتك يا ريت تدخلي وتردي عليهم. أوي أوي. بشكرك مرة تانية، وبشكركم طبعا لحسن مشاهدتكم لينا طول الوقت. عندكم أي اقتراح لأي موضوع حبينا نتكلم فيه ابعتوه لنا، صدقوني بيبقى على راسنا من فوق، وبنبقى فعلا حابين نلبلكوا كل طلباتكم. هشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي قبل المعده بساعه، وحلقه جديده ومن يجدها.